مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج لقاء خاص. في هذا العدد الجديد نستضيف لكم العقيد محمد تريكي، مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني. أولا أسعد باستضافة العقيد محمد تريكي، مرحبا بكم سيادة العقيد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على مستوى قيادة الدرك الوطني. الله يخليك سيادة العقيد، ربما لنبدأ من آخر حدث شهدته قيادة الدرك الوطني، وهو إطلاق الحملة الوطنية من أجل التحسيس ومن أجل المكافحة والحد من ظاهرة حوادث المرور التي استفحلت كثيرا في الجزائر. أولا لو تعطيني يعني نبذة ومقدمة عامة حول هذه الحملة. نعم، على اعتبار أن كما سبق وأسلفتم، حوادث المرور أصبحت ظاهرة تحدث يعني المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات. قيادة الدرك الوطني كانت تعمل طيلة يعني سنة 2016 على تحقيق هدف استراتيجي هو تخفيض حوادث المرور بنسبة 30% إلى حد نهاية شهر نوفمبر. بلغت نسبة التخفيض في حوادث المرور 28.48%. هذه النسبة يعني قريبة جدا مما كان يعني مقرر برمجته. لذلك قرر السيد اللواء قائد الدرك الوطني ورأى أنه من الضروري حتى يعني نبقى في هذا العمل الإيجابي إطلاق حملة تحسيسية وطنية ابتداء من تاريخ هذا اليوم 14 ديسمبر إلى غاية 17 ديسمبر، دوم 15 يوم على مستوى كافة ولايات الوطن. هذه الحملة تحت شعار معا لتكفل أفضل بالسلامة المرورية، موجهة يعني إلى كامل السواق على اختلاف أصنافهم. لماذا؟ لاعتبار أن السائق هو يعني المتسبب في حوادث، الأكثر تسببا في حوادث المرور طبعا في على مستوى الجزائر. هذه الحملة التي أطلقتها قيادة الدرك الوطني هي حملة مفتوحة ويشارك فيها كل الفاعلين في أمن الطرقات من مؤسسات وطنية وجمعيات محلية أو وطنية تعنى بالسلامة المرورية. طبعا سيد العقيد، يعني لو تحدثنا يعني أو تعطينا بالضبط يعني الأماكن والمؤسسات التي ستتم فيها هذه الحملة. يعني على مستوى كافة الولايات، على مستوى 48 ولاية، أن يتكفل كل قائد مجموعة إقليمية لقيادة يعني للدرك الوطني على مستوى اختصاصه الإقليمي مستوى الولاية بالقيام بتوزيع مطويات تحسيسية لمستعمل الطريق، هذا عبر شبكة الطرقات، القيام بمداخلات ومحاضرات تحسيسية في الوسط المدرسي، في الجامعات، في مراكز التكوين، والقيام يعني بلقاءات ومداخلات كل ما تسمح الظروف، يعني في هدف واحد وأساسي هو تحسين تحسيس مستعمل الطريق يعني بحوادث المرور وتحسيسه أنه يعني رقم مهم وله دور في أمنه المروري الخاص. طبعا السيد العقيد، يعني لو تحدثنا عن احصائيات 2016، يعني الاشهر الاولى من يعني الاشهر الاخيره والماضيه من هذا العام، يعني كيف كانت النتائج يعني الحصيله حول حوادث المرور في الجزائر يعني عبر القطر الوطني؟ يعني عبر القطر الوطني حقيقه ما زال يعني تحدث حوادث المرور يعني أرقام وتحدث خسائر كبيرة في الأرواح وفي الممتلكات، إلا أنها هذه الأرقام في انخفاض، وهذا راجع إلى ما يقوم به يعني من مجهودات الدرك الوطني وكل الشركاء في الميدان. يعني على مستوى الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني عاينت وحدات أمن الطرقات خلال الفترة يعني الممتدة إلى غاية نوفمبر، يعني نهاية نوفمبر 2016، يعني 11 شهرا، ما عددهه 13,565 حادث، خلف للأسف 3,073 حالة وفاة
و 24,245 يعني حالة جريح. هذه خلال 11 شهر. نعم هذه خلال 11 سنة شهر من السنة الجارية. إلا إذا قررنا هذه الفترة بنظيرتها من السنة الفارطة نلاحظ كما أسلف وذكرت هناك انخفاض في عدد حوادث المرور بنسبة 28.48%. وانخفاض في حالات الوفاة بنسبة 12.38% وأزيد من 29% انخفاض بالنسبة لحالات الجروح. كيف تقرأ قيادة الدرك الوطني هذه النتائج؟ يعني هذا الانخفاض يعني هذه النسبة يعني هي مشجعة أم أنه نسبة يعني ما زال ضئيلة؟ نقرأها على مدة 3 سنوات. يعني قيادة الدرك الوطني في سنة 2013 بدأ نعرف استقرار على مستوى اختصاصه الإقليمي في عدد حوادث المرور. سنة 2014 عرفنا انخفاض في عدد حوادث المرور بأزيد من 11%، أزيد من 12% في سنة 2015. هذه السنة يعني وصلنا إلى ما هو أزيد من 28%. هذا ينم ويعكس يعني المجهودات المبذولة، المخططات والأعمال المنتهجة في هذا المجال، وكذلك الدور الذي لعبته الوسائل التقنية في تخفيض حوادث المرور، خاصة وأن الدرك الوطني أقحم يعني رادارات جديدة تعمل من النظام المتحرك، تعمل في جميع الظروف الخاصة بمعاينة السرعة. طبعا سيد العقيد يعني سنتحدث عن الآليات التي يعني وفرتها قيادة الدرك الوطني من أجل الحد من ظاهرة إرهاب الطرقات كما تسمى الظاهرة. قبل الحديث عن الآليات الموفرة يعني ممكن تعطينا يعني الإحصائيات أخرى يعني أو الأسباب اللي أدت إلى وقوع هذه الأحداث الكبيرة؟ يعني أنتم يعني كل ما تسجلوا يعني حادث يعني تبحثوا في الأسباب، يعني وش هي أهم الأسباب اللي تجعل يعني الجزائر ربما نقول تتصدر في ضمن يعني حوادث المرور في العالم؟ إذا تحدثنا مثلا على الإحصائيات يعني يجب أن يعرف، من الضروري أن يعرف المشاهد الكريم كيف تأتي هذه الإحصائيات. صحيح. أولا عندما تتنقل وحدة من الوحدات وحدات الدرك الوطني إلى مكان الحادث فهي تقوم بمعاينات، يعني تعاين الحادث وتستمع إلى أقوال يعني أطراف الحادث. الجديد أن هناك يعني قيادة الدرك الوطني عملت على تكوين تقنيين مختصين في حوادث المرور، يعني إضافة إلى محضر السماع الذي يعني تقوم به ضبطية الضاقة القضائية، فتقنيي حوادث المرور يعدون تقرير تقني. هذا التقرير تحدد فيه بالضبط يعني الأسباب الحقيقية والمتسبب في وقوع الحادث. بعد هذه يعني كل هذه النتائج بالطبع تجمع في بنك معلومات، وعلى مستوى قيادة الدرك الوطني يتم قراءة وتحليل هذه الأرقام. يعني الأرقام الحالية التي لدينا بالنسبة ل 11 شهر من سنة 2014 ترجع السبب الرئيسي لحوادث المرور بنسبة 86% إلى العامل البشري. حقيقة هناك عوامل أخرى المتعلقة بالمحيط، المتعلقة بالطريق، ومتعلقة بأسباب أخرى يعني حالة المركبة، إلا أن هذه لا تتجاوز القيمة الباقية وهي 4%. فيما يخص المخالفات الأكثر تسببا في حوادث المرور تأتي بالدرجة الأولى السرعة المفرطة. صحيح. يعني وهذه نتيجة يعني عمل سائق، عمل بشري، التجاوز الخطير تأتي في المرتبة الثانية، عدم احترام المسافة الأمنية، كذلك المارة لديهم يعني جزء من المسؤولية في بعض حوادث المرور. سيد العقيد يعني لو نتحدث أيضا في يعني دائما في قضية حصيلة حوادث المرور في الجزائر، لو نتحدث عن المركبات يعني أي نوع من المركبات الأكثر تسببا في حوادث المرور عبر الوطن؟ إذا رجعنا إلى عدد الحوادث الأكثر تسببا هي المركبات السياحية. طبعا. لكن مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع هي التي تحدث أكبر عدد من الضحايا. مثلا خلال يعني المدة سنة 2016 ما يقارب 40% من الضحايا
ناتجة عن الحوادث المرور التي تتسبب فيها مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع. وأيضا عن الولايات، يعني ربما عندكم ترتيب الولايات الأكثر يعني تسجيلا لحوادث المرور في الجزائر. الولايات الأكثر تسجيلا لحوادث المرور في الجزائر تأتي في المرتبة الأولى ولاية الجزائر، ثم تليها ولاية المدية، وتليها في المرتبة الثالثة ولاية عين دفلة. لماذا ولاية الجزائر؟ هي العاصمة، هي يعني قبلة يعني كل الجزائريين، هي الولاية التي تشهد أكثر يعني حركة مرور، تشهد حركة مرور يعني أزيد من 3 ملايين يعني تقريبا سيارة تقدر تستوعبها في اليوم، لذلك هذه الحركة الكثيفة ويعني مداخلها من جميع الاتجاهات من العادي أن يعني تتصدر هذه الحوادث. بالنسبة لولاية المندية كذلك، ولاية المندية هي مخرج من بليدة والجزائر العاصمة في اتجاه الطريق الوطني رقم 1، عادة ما تعرف حوادث مرور في الفترة الصباحية، وين يعني المنطلق من اتجاه الجزائر والقادم من اتجاه يعني الصحراء تتلاقى المركبات، وغالبا ما يعني السائقين الذين يعني المتسرعين إذا صح القول أو الراغبين في الوصول في أقرب مبكرا هم الأكثر تسببا في حوادث المرور بالمنطقة هذه. بالنسبة كذلك لولاية عين دفلة، ولاية عين دفلة يمر عبرها طريق السيار على مسافة 104 كيلومتر، كذلك تعرف عدد من الحوادث على اعتبارها أنها ملتقى يعني لأكبر المركبات القادمة من الوسط في اتجاه الغرب ومن الغرب في اتجاه الوسط. طبعا يعني في سياق حديثنا عن طريق السيار شرق غرب، ربما يعني طريق السيار يعني الأكثر الطرق الوطنية لتسجل يعني العدد كبير من حوادث المرور. الأسباب يعني اللي تؤدي يعني أنه طريق السيار ربما يسجل هذه الكمية الكبيرة لحوادث المرور. حقيقة يعني طريق السيار شرق غرب خلال سنة 2016 يعني كان يعني مسرح ل 869 حادث بنسبة يعني 6.41% مقارنة بالطرق الأخرى، هو طبعا اللي يعرف أكثر عدد من الحوادث، يعني يأتي في المركز الأول، يأتي في المرتبة الأولى ويليه الطريق الوطني رقم 1. كنقول الطريق الوطني رقم 1 يعني الجزائر حتى تمارست، وفي المرتبة الثانية الطريق الوطني رقم 2. أغلبية الحوادث يعني على طرق السيارة سريعة، هي ناتجة بالدرجة الأولى على السرعة، لذلك نعمل على تكثيف استعمال يعني وسائل قياس السرعة الرادارات على هذه المحاور. يعني لو تقولنا يعني كيف تقيموا يعني نسبة التغطية يعني في على مستوى طريق السيار شرق غرب، الطريق الوطني يعني ربما هو المختص في تغطية هذه الطرق، ربما يعني نسبة التغطية كيف يعني تقيموها؟ يعني الدرك الوطني فيما يخص يعني شرطة الطرقات يمتد اختصاصه الإقليمي على أزيد من يعني 80% من الشبكة الوطنية. طبعا بالنسبة للطريق السيار يعني وحدات الدرك الوطني يعني في شكل فصائل لتأمين طريق السيار متواجدة 24 ساعة على 24 ساعة، هي وحدات مختصة ومهمتها يعني هي تأمين الطريق السيار، يعني متواجدة على كل يعني محور الطريق السيار 24 ساعة على 24 ساعة. يعني في طريق السيار أيضا ربما نجد الكثير من الرادارات، يعني كيف يعني تكون تغطية يعني من هذا الجانب، كيف تقيموها أقصد؟ طريق السيار يعني كل فصيلة للطريق السيار عندها محور اختصاص يعني على مستوى طريق السيار. من خلال الإحصائيات ومن خلال المعطيات اللي تتعلق بالحوادث وكثافة المرورية يعني والوقت والزمان الذي تعرف يعني حركة مرورية، على أساسها يتم برمجة خدمة الرادار. يعني كما سبق وذكرت من خلال المعطيات التي تقدم يوميا قادة المجموعات الإقليمية على مستوى كل مجموعة إقليمية يعد المخطط المناسب حسب كثافة المرور
عبر الزمان وعبر المكان وحسب عدد الحوادث. يعني لا يمكن أن منطقة لا تعرف ولا تشهد يعني حوادث كثيرة نقوم يعني بخدمة الرادار فيها. طبعا. نركز على المقاطع السوداء والمقاطع المعروفة لدينا والمعروفة لدى الوحدات بأنها تستعمل فيها السرعة. ربما أنتم يعني كقيادة درك وطني، هل يعني فيه تنسيق مع قطاعات أخرى مثلا كوزارة النقل والأشغال العمومية، مثلا ربما تخبروهم أنه فيه نقاط معينة أو محاور معينة ربما تحتاج مثلا إلى تصليح أو إلى تهيئة أو من هذا الجانب؟ يعني قيادة الدرك الوطني في مجال أمن الطرقات خاصة تعمل مع كل الشركاء بكل دون استثناء، أولا مع الوزارة الوصية وزارة الأشغال العمومية والنقل. صحيح. مع وزارة الداخلية ومع يعني زملائنا في الأمن الوطني، مع الحماية المدنية، مع يعني الهيئات المكلفة بطريق سيار شرق غرب. نعد يعني دوريا تقارير خاصة بالمقاطع والنقاط السوداء ونبلغها لهذه الجهات الوصية. كذلك على مستوى كل ولاية، على مستوى إقليم كل ولاية، قائد المجموعة الإقليمية يعد تقارير بالنقاط السوداء وبالمحاور الخطيرة ويبلغها إلى جهات الوالي، إلى مديرية الأشغال العمومية ومديرية النقل. يعني هناك تنسيق تام وكل الأطراف على دراية وتعمل على معالجة النقائص في الميدان. سيد العقيد، يعني ماذا عن التكنولوجيات والآليات الجديدة؟ يعني ربما أنتم تستعملون حتى يعني المراقبة بالكاميرات. يعني من ابتداء من مارس 2015 يعني أدخلت قيادة الدرك الوطني يعني استخدام الوسائل المموهة، مركبات مموهة. هذه المركبات بالدرجة الأولى تعمل على مجابهة المخالفات الأكثر تسببا في حوادث المرور. ربما نقطة تفتيش ثابتة، يعني عندما يوصل لها السائق يحاول ولا يتجنب المخالفة، لكن بعد ما يتنقل خارج هذه النقطة يمكن أن يرتكب سرعة المخالفة أو تجاوز خطير أو مخالفة. صحيح. أخرى. لذلك رأينا يعني قيادة الدرك الوطني بعد يعني الدراسة أنه إدراج وسائل مموهة وتزويدها برادارات يعني تعمل متنقلة، تعمل في مختلف الظروف الجوية حتى ليلا نهارا، لأولا لقياس السرعة على المركبات وتوقيف يعني المتسببين يعني في السرعة، وكذلك حتى للتصوير في إطار المراقبة العامة للإقليم. يعني ربما هذه الآليات وهذه التكنولوجيات يعني أتت أكلها. بالطبع أنا أؤكد لك أنه الوسائل المموهة والرادارات التي اقتنتها قيادة الدرك الوطني عملت بشكل كبير على تخفيض حوادث المرور، إلا ما قل أن التكنولوجيات الحديثة كانت الأساس وكانت العامل الرئيسي في النتائج التي تحصلنا عليه. وهنا كل ما أقول تخفيض حوادث المرور هذا لا يعني، دائما أحاول أن أتطرق إلى هذا الجانب، أننا وصلنا يعني إلى المبتغى أو وصلنا للنتيجة. دائما في قيادة الدرك الوطني نحث يعني الأفراد على مزيد من العمل، على مزيد من التواجد في الميدان، لأن بالنسبة لنا يبقى جريح واحد أو يبقى يعني حالة وفاة واحد بالنسبة لنا خسارة. طبعا سيد العقيد، ربما في حديثنا عن الآليات والتكنولوجيات الجديدة، هل يعني قيادة الدرك الوطني تفكر مستقبلا في المضي قدما يعني وأكثر في هذا المجال، يعني خاصة أن التكنولوجيا يمكن أن نسخرها في يعني أن نقلب أكثر ونحد منها الظاهرة؟ نعم، لدينا يعني الدرك الوطني لديه مخطط التطوير. الدرك الوطني يتأقلم ويتطور مع كل التكنولوجيات الحديثة. اليوم إذا كان هناك رادار يعمل
بهذه التكنولوجيا وهذه يعني المواصفات في اليوم الموالي ستجد آلية أخرى. صحيح. لدينا يعني على مستوى قيادة الدرك الوطني خبراء يدرسون الظاهرة ويقدمون يعني حلول المناسبة، حلول تكنولوجية وحلول عملية بإعادة النظر مثلا في التشكيلات المخصصة، التشكيل المعد يوميا أو شهريا، وكذلك في آليات العمل وحتى انتشار الوحدات في الميدان. صحيح، ربما حتى التشكيلات الجوية يعني تساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة إرهاب طرقات، يعني كيف تقيمون؟ التشكيلات الجوية هي عبارة عن مروحيات للدرك الوطني مزودة يعني بأجهزة قياس وللسرعة وكاميرات تصوير كذلك في جميع الظروف. تعمل هذه المروحيات بطلب من الوحدات الأرضية، تسندها إسناد رأسي يعني تعطيها تغطية جوية كلما طلبت الوحدات الأرضية ذلك، تدعمها ميدانيا. الوحدات الجوية في مجال أمن الطرقات تقدم يعني مساعدة وإسناد كبير للوحدات في الأرض، خاصة أثناء يعني الكثافة المرورية، لأنه هذه الوسائل تستطيع أن تغطي جويا وتغطي إقليم وتستطيع كشف يعني ما لا يمكن كشفه من الأرض. سيد العقيد، يعني هل كل ولايات يعني 48 ولاية يعني مزودة بهذه الأنظمة المتطورة؟ أم أنه يعني التغطية مازال يعني ربما فيه يعني الولايات مازال يعني لم يتم تغطيتها بعد؟ لا، بالنسبة سواء بالآليات التكنولوجية الجديدة يعني مثلا الرادار الجديد أو السيارات المموهة أو قضية الهليكوبتر أو المروحية. لا، بالنسبة للسيارات المموهة وبالنسبة لرادارات وأجهزة قياسات السرعة سواء كانت الثابتة أو المتنقلة ويعني الوسائل التقنية الخاصة بمعاينة حوادث المرور، كل وحدات الدرك الوطني وعلى المستوى الوطني مزودة بهذه الأجهزة. لكن التشكيلات الأخرى، التشكيلات الجوية، هي موزعة بطريقة يعني قادرة على تغطية حسب الاحتياج الميداني، يعني كل ما نحتاج في منطقة نستطيع يعني إرسال الوسيلة الجوية إلى المكان والقيام بالعمل المطلوب منها. يعني كل هذه الآليات التي تزخر بها قيادة الدرك الوطني، لا شك أنه هذه تأتي ضمن استراتيجية كبيرة، يعني تحرص قيادة الدرك الوطني على أن تجعلها من صميم مهامها، لأنه ظاهرة حوادث المرور ربما استفحلت بشكل كبير في الجزائر. سيد العقيد، ربما إلى هنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حوارنا، من لقاء خاص الذي أشكركم عليه جزيل الشكر. نلقاكم في الجزء الثاني سيد العقيد. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء الثاني من لقاء خاص مع السيد العقيد محمد تريكي، مدير الوحدات المشكلة على مستوى قيادة الدرك الوطني. مرحبا من جديد سيد العقيد. سيد العقيد، ربما قيادة الدرك الوطني برمجت حملة أخرى من أجل تعريف المواطنين بالقانون المرور الجديد الذي يتواجد حاليا على مستوى البرلمان، يعني ربما يعني ممكن تحدثنا حول الحملة التي سيتم إطلاقها قريبا. يعني القانون المرور، اللي يقولوا القانون المرور بصفة عامة، هو قانون 0114، يعني المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، جاري يعني بعد ما تعديله جاري دراسته على مستوى البرلمان بغرفته. صحيح. يعني بعد المصادقة ويعني بعد مصادقة السادة النواب وخروج القانون إلى التطبيق، برمجت قيادة الدرك الوطني يعني وبدأت في التحضير لحملة تحسيسية على مستوى الوطني حتى يمكن شرح وتفصيل هذا القانون حتى للمواطن البسيط والمستعمل الطريق، على اعتبار أن المواطن مستعمل طريق سواء كان على مستوى المركبة يعني متنقل على المركبة أو حتى راجل يعني. صحيح.
من حسب يعني مشاركتنا في المشروع، يعني هنا أتحدث وأؤكد أني أتحدث عن المشروع الجديد في هذا القانون، أن هناك رخصة السياقة بالتنقيط. رخصة السياقة بالتنقيط هي أداة معيارية بيداغوجية تهدف بالدرجة الأولى إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وفي مجال مكافحة الأمن المروري. هذه يعني الرخصة السائق يكون له رصيد نهائي ب 24 نقطة. النقاط تخصم من السائق على حسب المخالفة المرتكبة. يعني في المشروع تم تصنيف المخالفات إلى 4 درجات. مثلا المخالفات من الدرجة الأولى يعني تخصم منه نقطة إضافة إلى غرامة جزافية ب2000 دينار جزائري. من الدرجة الثانية تخصم منه نقطتين وغرامة جزافية ب2500 دينار جزائري. الدرجة الثالثة تخصم 4 نقاط وغرامة ب3000 دينار جزائري. والدرجة الرابعة تخصم 6 نقاط وغرامة تبدأ من 5000 دينار جزائري. لماذا هذا الترتيب؟ يعني حسب خطورة المخالفة. أما فيما يتعلق بالجنح فتخصم يعني 10 نقاط. في حالة ما السائق فقد رصيده من النقاط فهو مطالب بإرجاع هذه رخصته للسياقة إلى الهيئة التي استخرج منها الرخصة، وبعد مضي 6 أشهر يعني يعيد يمكنه أن يعيد من جديد اختبار سياقة بعد تكوين لفترة معينة ويتحصل على رخصة من جديد ويسترجع جميع نقاطه. كذلك بالنسبة الجديد في هذا القانون أنه دعا إلى إنشاء يعني مجلس على المستوى الوزارة الأولى يعنى يعني بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والأمن عبر الطرق. هذه الهيئة تكلف بالتنسيق المؤسساتي ما بين كل الفاعلين في مجال أمن الطرقات. كذلك على مستوى وزارة الداخلية هناك مندوبية تعنى كذلك بنفس الشيء لكن من الناحية العملية. هذا كذلك هناك إضافة جديدة أنه أدرج يعني الحمولة الزائدة يعني أخذها بعين الاعتبار المشرع في هذا القانون لما تحدثه يعني مركبات الوزن الثقيل ومركبات نقل البضائع من يعني خسارة لقاعدة الطريق بعد ما تكون يعني لديها يعني تسير بحمولة أكثر مما محددة بالنسبة للمركب. طبعا سيد العقيد يعني حتى أن القانون يعني تضمن مادة ربما هي الأولى من نوعها في الجزائر، أنه قضية أنه حزام الأمن سيكون إجباري في المقاعد الخلفية، يعني هذا نتحدث يعني بعد المصادقة على هذا القانون. حزام الأمن في الأمان في المشروع يعني في النسخة المعدلة يعني في الأول كنا نتحدث على حزام الأمان في المقاعد الأمامية. طبعا في الجديد هو يعني في القانون القديم ما زال ساري المفعول بالنسبة لنا ما لم يتم يعني المصادقة على القانون الجديد. يتحدث عن حزام الأمان في المقاعد الأمامية لكن الجديد أن تطرقنا إلى المقاعد الخلفية على اعتبار أن هذا شهدناه ميدانيا أن الصدمة أو الحادث يطال كذلك السائقين المتواجدين في المقاعد الأمامية لذلك أدرجت المقاعد الخلفية في هذا القانون وهي مصنفة في الصنف الثالث وتخصم في حالة عدم القيام بها 4 نقاط وغرامة ابتداء من 3000 دينار جزائري. يعني قضية إجبارية وضع حزام الأمان في المقاعد الخلفية جاءت بعد معاينة بعد معاينة وحتى نتدارك نقائص وبالدرجة الأولى تهدف إلى سلامة
للركاب وإلى سلامة حتى والحفاظ على يعني الرصيد البشري. يعني قيادة الدرك الوطني بعد دخول هذا القانون الجديد حيز الخدمة وبعد المصادقة عليه في البرلمان ستطلق هذه الحملة يعني وستنزل إلى المواطنين وستشرح يعني ماهية هذا الموضوع وأيضا الجديد الذي جاء في 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 في, في القانون. أولا بعد صدور القانون بالدرجة الأولى بالنسبة للأفراد يعني الدرك الوطني سيتم توجيههم ويعني شرح لهم القانون وكيفية وآليات تطبيقه ميدانيا، لأنه هناك نظام، هذا النظام بالنقاط هو نظام جديد سنعمل على شرحه وكيفية أداء الخدمة بالنسبة بالدرجة الأولى لأفرادنا. صحيح. أما بالنسبة لمستعملي الطريق فجهري تحضير كذلك إلى حملة تحسيسية واسعة سيتم خلالها يعني وضع مطويات تشرح يعني تفاصيل القانون، تفاصيل المخالفات، وكل مخالفة حسب صنفها وحسب العقوبة المخصصة لها، ويعني سيكون يعني توزيع وانتشار واسع لأفرادنا عبر جميع المحاور وعبر يعني كل المؤسسات التعليمية وحتى يعني حتى المؤسسات الاقتصادية التي يعني لديها عدد كبير من وسائل النقل، سوف نتنقل إليها ونقوم بشرح هذا القانون للسواق. طبعا يعني ربما بعد دخول هذا القانون حيز الخدمة ربما تكون يعني ظاهرة الطرقات في تناقص أكثر يعني من هذه الأرقام المسجلة حاليا، خاصة أنه يعني نشهد أنه بعد 3 سنوات أو يعني ربما القانون 3 سنوات الأخيرة يعني نشهد كل سنة يعني تكون أفضل من السنة الماضية. يعني بالرغم من أن الأرقام لا تزال مقلقة إلا أن العمل الذي ينجز هو يحقق نتائج إيجابية من خلال هذا التخفيض المتتالي، وكذلك المشروع يعني القانون بعد المصادقة عليه سيكون داعم وسيكون إضافة وعامل يعني من عوامل التخفيض لحوادث المرور. طبعا إن شاء الله. يعني السيد العقيد ربما نتحدث أيضا عن العمل الجواري لقيادة للعناصر الدرك الوطني ومصالح الدرك الوطني بصفة عامة، يعني كيف تقيمون عمل الجواري؟ أولا الدرك الوطني مؤسسة عمومية جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، موجهة خصيصا لحماية المواطن وممتلكاته. نحن في الدرجة الأولى في خدمة المواطن، كل ما نقوم به هو لضمان أمن هذا المواطن، لضمان يعني تنقله وتنقل ممتلكاته. صحيح. دائما نعمل على أن نكون قريبين منه بالتحسيس، بالتوجيه، بالمساعدة، وفي آخر يعني المطاف حفاظا على سلطة القانون وحفاظا يعني على النظام العام، فإننا نرفع مخالفات التي نص عليها المشرع، وهذا حتى نضمن يعني بالدرجة الأولى الراحة والجو المناسب لهذا المواطن. طبعا سيد العقيد يعني ربما أتحدث أيضا عن العلاقة التي تجمع بين الجهاز الدرك الوطني والمواطنين بصفة عامة، يعني ما هي العلاقة التي يعني تجمع بين هذه الجانبين أو كيف تراها يعني قيادة الدرك الوطني؟ دائما نحث الأفراد يعني العاملين في الميدان أنهم ليس في مواجهة خصم أو مواجهة جهة أخرى، هم في مع مواطنين جزائريين. الهدف الأساسي والذي أعيده هو يعني صالح المواطن وأمنه وحمايته بالدرجة الأولى. من هذا المنطلق يعني نؤدي مهامنا. مهامنا بالدرجة الأولى يطغى عليها الجانب الوقائي قبل أن يعني الجانب الردعي، فتواجد الوحدات الدرك الوطني في المكان وفي الزمان عبر محاور الطرق في المدن وفي الأرياف في جميع الظروف، في حالات يعني الخاصة
والحالات الاستثنائية من خلال مخططات يومية ومخططات دورية نتأقلم بهذه المخططات كلما كانت الحاجة الميدانية. مثلا نهاية الأسبوع نحاول أن نكثف تواجدنا على اعتبار أن المواطن يتنقل أكثر في هذه الفترة في ظروف فصل الصيف. يعني نعد مخطط خاص، مخطط دلفين الخاص بالموسم الاصطياف، كذلك في نهاية السنة أو في الأعياد والمواسم يعمل الدرك الوطني بإعداد مخططات استثنائية الهدف منها هو تأمين تلك المرحلة، تلك المناطق. كذلك إذا تحدثنا على العمل الجواري ونتحدث هنا على تطوير الدرك الوطني، فالدرك الوطني وضع تحت تصرف المواطن رقم خاص 1055، وهذا الرقم أظهر نجاعته يعني نجاعة في استغلاله. يعني المواطن يعني يوميا تستقبلون يوميا نستقبل آلاف يعني المكالمات، وتتنقل الوحدات حسب يعني الطلب إلى المكان وتقدم المساعدة أو توقف المجرمين أو تقوم بتأمين يعني الطالب. هناك كذلك موقع طريقي صحيح. بالنسبة لمستعملي الطريق فهو وهي خدمة جديدة، هو موقع مروري، خدمة إعلامية مرورية جديدة تتوفر يعني على خريطة تفاعلية يمكن أن يحدد المواطن من خلالها يعني المسلك الذي يسلكه، ممكن أن يحدد يعني يعرف النقاط السوداء، يعرف نقاط الاكتظاظ، نقاط الأشغال. كذلك فيه يعني مواد تربوية وتحسيسية في هذا الموقع. كذلك بالنسبة لموقع الشكاية المسبقة يقدر المواطن أن يوفر عنه دون أن يتنقل إلى الفرقة الإقليمية ويأخذ موعد عبر هذا الموقع الإلكتروني موقع الشكاية المسبقة ويقدم شكايته، ويعني تحدد له موعد أين يستقبل من قائد الفرقة الإقليمية ليسمع إلى انشغاله ويستمع إلى يعني الشكوى التي يقدمها. نعم، يعني هذه كلها مجهودات يعني تبذلها قيادة الدرك الوطني ومصالح الدرك الوطني المنتشر عبر كافة ولايات الوطن من أجل أولا حماية المواطن وتأمين كل يعني المناطق. مجهودات من خلال الأفراد المتواجدين في المكان، من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة، ومن خلال المخططات التي تعد وتحسن في كل مرة. طبعا السيد العقيد ربما قرب نهاية هذا الحوار، أعطي لك كلمة أخيرة يعني قبل أن نختم الحوار. كلمة أخيرة هو توجه إلى المواطن بصفة عامة ومستعملي الطريق بصفة خاصة. يوميا هناك حوادث مرور صحيح. يوميا هناك ضحايا، وهناك يعني عائلات يعني تذهب في ثواني نتيجة خطأ بشري، خطأ إنساني. بالرغم من ما تحدثنا عنه من وسائل وحضور ميداني، إلا أن مساهمة المواطن وإشراكه في أمنه تبقى أساسية، تبقى أساسية. نحن في الدرك الوطني متواجدون وفي خدمة المواطن 24 على 24 ساعة، وحدات الدرك الوطني يعني في خدمة ومفتوحة يعني في الزمان وفي المكان لسماع لإنشغال الأمن للمواطن وتوفير الظروف الملائمة لتنقله ولأمنه كحق، على اعتباره كحق دستوري ضمنه له الدستور. سيد العقيد أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الذي يعني أسعدتموني به. شكر لكم، سعدت بحضوركم، والشكر لقناتكم على إتاحة الفرصة لشرح هكذا يعني مواضيع والتي يعنى بها المواطن مباشرة. شكرا لكم سيد العقيد. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الحوار الذي جمعنا بالسيد العقيد محمد تريكي قائد مدير الوحدات المشكلة بقيادة الدرك الوطني. أستودعكم الله، ألقاكم في حوار آخر مع شخصية أخرى.